يشقى الفلسطيني سنوات طويلة يعمل ويعمل ليبني بيت العمر لعائلته، حلم قد يتحول إلى كابوس إذا كانت الأرض التي سيبني عليها مصنفة جيم، بمعنى أنها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البزار في قرية بيتلو غرب رام الله مثال على ما يواجهه الفلسطينيون من حرمانهم حقوقهم. العائلة قدمت طلبا لترخيص بناء على أرضها، لكن الاحتلال تجاهل الطلب وانتظر حتى انتهى بناء المنزل ليأتي ويهدمه أمام أنظار أصحابه. بلشوا هد ثلاث بواجر كبار، يعني بأبشع صور العذاب لصاحب البيت ولأهله، إنه كيف بيقهروا في الواحد قهر قاعدين، يعني قادرين ينزلوا البيت بخمس دقائق، قعدوا أربع ساعات وهم يهدوا بالبيت. حال عائلة البزار كحال مئات العائلات الفلسطينية التي صنفت أراضيها في مناطق جيم، فلا تستطيع استصلاحها أو البناء عليها إلا بموافقة إسرائيلية، وهو ما لا يمكن الحصول عليه. وتشكل المناطق جيم 60% من مساحة الضفة، فيضطر أصحاب الأراضي إلى البناء لتوفير مساكن لعائلاتهم على أمل الحصول على الترخيص في وقت لاحق أو انتقال الأرض إلى السيادة الفلسطينية. نجد اليوم أنه هناك التجمعات السكنية والقرى والمدن تعاني من اكتظاظ سكاني عالي، بسبب أنه عمليا سياسة العقاب الجماعي للتمارس من خلال تنفيذ أكبر عدد ممكن من عمليات الهدم. ملاحظ أنه في هذه السنة أنه عملية الهدم مقارنة بالعام السابق وجدناها تفوق تقريبا 25% زيادة عن ما كان عليه الوضع السابق. وبحسب المؤسسات القانونية فإن الاحتلال نفذ 47 عملية هدم في شهر أيار مايو الماضي في مقابل تشريع مئات الوحدات الاستيطانية التي تقام على أراضي الفلسطينيين. هدم منازل الفلسطينيين سياسة قهر تستخدمها إسرائيل كوسيلة أخرى لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم بعد حرمانهم حق الانتفاع بها وتكبيدهم خسائر في حال حاولوا البناء عليها أو الاستفادة منها. نسرين سلمي من قرية بيتلو غرب رام الله، الميادين.